بارك الله في إخوتنا وأبنائنا وأحبتنا الذين يشاهدون قناة الإرث النبوي نبوي تي في. نسأل الله أن يبارك فيهم وفي انتظامهم على المشاهدة، وهي قناة مباركة فيها الكثير من النفع، فيها العلم، فيها التذكير، فيها الدعوة، وفيها محبة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مدائح صلوات ربي وسلامه عليه، ومجالس المولد الشريف والزيارات الكريمة. كما أنه يقوم بترجمة هذه القناة، تقوم بترجمة العديد من الدروس لسيدي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله والفقير لله ولعدد من إخوتنا، ففيها من النفع إن شاء الله الكبير. ونطلب منكم دعاء لنا مشاهدي قناة نبوي، والدعاء القائمين على القناة من الشباب الذين يبذلون جهودا مضنية، أراهم يتعبون كثيرا ويبذلون جهودا، نسأل الله أن يتقبل منهم جميعا. بارك الله فيكم.